السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. فيديو جديد وعرض جديد وفرصة جديدة للهجرة إلى كندا عن طريق عقد عمل وبدون أي شروط إطلاقا. إخوان أخوات، فكل ما عليكم أن تتابعوا معي الفيديو إلى الآخر. سأعطيكم جميع التفاصيل بدون إطالة وأعطيكم الفرص المتاحة وأيضا طريقة تقديم كطلب تلقائي، طريقة بدء الاستمارة بسيطة جدا. يمكنك أن تقوم بملئها من خلال الهاتف أو من خلال الحاسوب وتقوم بإرسال الطلب. هذه المنظمة توفر عروض عمل للأجانب، ترسل لك عقد عمل بدون شرط اختبار لغة وبدون شهادات دراسية عالية وبدون شهادات أو خبرة يعني في مجال يعني سنوات خبرة كبيرة، يعني 5 سنوات أو 6 سنوات، ليس هنالك أي شيء من هذا القبيل. فكل ما عليك أن تقوم بإرسال الطلب. بعد قبول طلبك إن شاء الله ستحصل على موعد مقابلة. هذا أول شيء. بعد إجراء المقابلة تتم باللغة الفرنسية أو الإنجليزية. يتم سؤالك أو طرح بعض الأسئلة المتعلقة بخبرتك المهنية ومجالك أو مستواك الدراسي وبعض الأسئلة المتعلقة ب مجالك الخاص والمهنة. شرحت لكم في فيديو سابق إخوان أخوات كل الأسئلة التي تطرح في أثناء المقابلة مع المشغلين الكنديين. وأيضا بعد إجراء المقابلة، إذا تم كل شيء جيد، إذا تم قبولك بطبيعة الحال، فسيتم إرسال لك يعني عقد عمل أو تصريح عمل للهجرة إلى كندا إن شاء الله بدون أي شروط. وبعد الهجرة ستحصل على تدريب من طرف الشركة، يعني ليس لن تدفع أي مبالغ مالية، كل شيء مدفوع من طرف المنظمة. فكل ما عليك أن تقوم بتقديم طلب وتجتهد، تتعلم شيء من اللغة الفرنسية وشيء من اللغة الإنجليزية فقط الأساسيات. ليس من الضروري تكون لديك اللغة يعني مستوى عالي في اللغة، فقط الأساسيات لإجراء المقابلة. بعد اجتياز المقابلة فمبروك عليك العقد ومبروك عليك الهجرة إلى كندا، وبعد ذلك يمكنك أن تجلب عائلتك. إذا إخوان، قبل الدخول في التفاصيل أدعوكم للاشتراك معنا في القناة إذا كنتم زوار جدد وتفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد، ولا تنسوا لايك على بركة الله. نذهب إلى التفاصيل. إذا كما تلاحظون إخوان أخوات، هذا الموقع الرسمي للمنظمة كوبيراتيف دي سوليداريتي إد شيسوا. هذه منظمة تقدم أو تعاونية تقدم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عام، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من فقدان مؤقت أو دائم للاستقلالية مجموعة من خدمات الدعم المنزلي عالية الجودة. يسعد موظفوها مدربون ومتخصصون ومهتمون بالمشاركة في الجهود المتضافرة للشركات للشركاء الاجتماعيين والمجتمعيين، مما يسمح للعملاء بالاستمتاع بالراحة والأمان التي توفرها منازلهم. إذا يمكنكم قراءة جميع التفاصيل إخوان أخوات لكي لا أطيل عليكم الفيديو. هنا لدينا الصفحة الأولى، الصفحة الرسمية للموقع. كما تلاحظون نحن نوظف بشكل دائم الشركة، وهذه المنظمة توظف بشكل مستمر على مدار العام. انضم إلى فريقنا. هل تهتم برفاهية كبار السن؟ هل أنت أو هل تريد أن تحدث فرق فرقا؟ انضم إلى فريق مؤهل ومدرب جيدا يتكون تقريبا من 200 شخص. جيد. مجال هذه المنظمة تهتم بكل ما يتعلق بخدمات الدعم المنزلي ومساعدة المنزلية لجميع ومتكيفة مع احتياجاتك. كذا إذا كل ما يتعلق بتدبير المنزلي، تنظيف المنزلي، وكل ما يتعلق بتحضير وجبات لكبار المسنين، خدمة المساعدة أو رعاية المسنين، التوريد والتسويق، الراحة والإشراف. وهذه المنظمة توظف الذكور والإناث بدون أي سن محدد، ليس هنالك شرط سن محدد. جيد. مساعدة في المساعدة المالية. إذا هذا أول هو الموقع، يمكنكم مراجعة الموقع والتعرف عن كثب على هذه المنظمة إخوان أخوات. هنا لدينا معلومات الاتصال، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص بالمنظمة. أوكي. إذا سنذهب مباشرة الآن إخوان أخوات للوظائف. إذن لدينا هنا صفحة الوظائف، فتجدونها في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق. هل تبحث عن عمل في الرعاية المنزلية؟ لدينا هنا فيديو يمكنكم مشاهدته والتعرف على المنظمة بشكل جيد. إذا هذا هو العمل الذي ستقوم به إذا تم قبولك في المنظمة إخوان أخوات. كل ما يتعلق بالتدبير المنزلي، يعني عمل نظيف جدا، وستحصل على العديد من المزايات
ليس كالعمل في يعني في بلدنا في المغرب او في الجزائر او في تونس، ستحصل على جميع مستحقاتك اخوان اخواتي الكرام. فكل ما اقول لكم ان تتوكلوا على الله وتقدمون لفرص العمل التي يشاركها معكم الشركات يعني شيء رائع جدا. وايضا فوق كل هذا ستحصل على راتب مجدي، راتب صراحه راتب في المستوى يعني، وايضا عده من الميزات ستحصل على جميع مستحقاتك. جيد، اذا سنذهب اخوان اخواتي الكرام، لدينا هنا الوظائف المتاحه. مطلوب مساعد او مساعده الرعايه المنزليه. اذا هل تهتم برفاهيه كبار السن؟ هل تريد ان تحدث فرقا؟ بصفتك مساعدا منزليا ستسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالراحه في منازلهم لاطول فتره ممكنه عن طريق التدوير المنزلي والتسوق واعداد وجبات الطعام. تعال واعمل معنا عن طريق ارسال طلبك. جيد، اذا هذه تفاصيل العروض. اذا تضغط مباشره على علامه الزائد، هنا مساعد او مساعده التدبير المنزلي، لدينا هنا مصاحبه المستفيد. اذا هنا تقوم باصطحاب الشخص كبير السن الى عمل الجولات في الحديقه او التسوق او اي شيء من هذا القبيل. إذن هذه وظيفه بالنسبه للطلاب شبه متقاعد. هل تبحث عن وظيفه بدوام جزئي عند اقتراب التقاعد؟ هل تهتم برفاهيه كبار السن؟ اذا العديد من الوظائف اخوانا اخواتي الكرام، فيمكنكم مباشره ملء هذه الاستماره كما تلاحظون هنا على اليمين. نقوم بكتابه المسمى الوظيفي. اذا ساكتب على سبيل المثال مجال التدبير المنزلي. اذا كنت سيده ستكتبين فام دو ميناج. جيد، هنا نقوم بكتابة الاسم الأول. إذا تكتب يعني إذا كان اسمك على سبيل المثال ماريا، الاسم العائلي، ونقوم بكتابة رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، نقوم بإرفاق السيرة الذاتية تكون بصيغة وورد أو بصيغة بي دي اف باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية، وتكون مهم جدا أن تكون منجزة بالطريقة الكندية كما سبق وشرحت لكم في فيديو، وسأشارك معكم فيديو جديد إن شاء الله لتوضيح طريقة إنجاز سيرة ذاتية بالطريقة الكندية بالتفصيل الممل. هنا نقوم بكتابة رسالة تحفيز إخوان أخوات أو رسالة تقديمية، ستجدون نموذج في صندوق الوصف، ونضغط مباشرة على تقديم الطلب. إذا الآن سيتم تقديم الطلب مباشرة بالمشغل. إذا ننتظر تحميل الملف الخاص بنا. تريدون بعض من القهوة والشاي؟ هل تبحث عن تحدية جديدة؟ أولا ندعوك لاستشارة الوظائف المتاحة لدينا. هذا النوع من الملفات غير مسموح. إذا قمت بإرفاق سيرة ذاتية بصيغة جي بي جي. عفوا يجب أن أقوم بإرفاق سيرة ذاتية بصيغة وورد أو بصيغة بي دي اف. إذا سأقوم بتجربة هذا النموذج بصيغة وورد. جيد، لا عروض عمل تلقيت انتباهك. جيد، تم تقديم الطلب بنجاح. إذا تم تقديم الطلب إخوان أخوات بنجاح. إذا هذه رسالة تأكيد، يمكنكم الآن تقديم وملء الاستمارة وإرسال الطلب مباشرة للشركة. يمكنك إرسال سيرتك الذاتية عن طريق ملء هذا النموذج لتكون في بنك المرشحين لدينا. في حقل المسمى الوظيفي يرجى إدخال طلب تلقائي. إذا هنا ملاحظة، يجب إدخال طلب تلقائي على هذا الشكل. إذا لم تكن تريد أن تحدد المجال الخاص بك، تقوم بكتابة كانديداتور سبونتاني على هذا الشكل. جيد، اذا ساقوم بتصحيح كانديداتور سبونتاني، ونقوم بادخال معلومات الاسم الاول والثاني ورقم الهاتف بريد الكتروني، نقوم بإرفاق السيره الذاتيه، ونقوم بلصق الرساله ونقدم الطلب. طريقه بسيطه جدا، ونقوم بالذهاب الى او نبحث على شركه اخرى، نقوم بتقديم لشركات اخرى حتى نتحصل ان شاء الله على رد مقبول. و كن أكيد أخي أختي، إذا قمت بإرسال طلبات عديدة لعدة شركات ستحصل إن شاء الله على رد مقبول. فأول شيء يجب أن تتأكد من السيرة الذاتية، هل هي منجزة جيدة خالية من الأخطاء، منجزة بالطريقة الكندية، تستوفي جميع المعايير
وأكون أكيد أن طلبك إن شاء الله سيكون مقبول وستتحصل على رد من طرف شركة أو من طرف جمعية للهجرة إلى كندا. إخوان أخوات الكرام، أعتذر عن الإطالة وأتمنى أن يكون كل شيء واضح. إذا كان أي سؤال أو استفسار يمكنكم تركه لي في صندوق التعليقات وسأجيبكم إن شاء الله. وشيء آخر، أعتذر عن كل من رسلني في جيميل، أعتذر عن التأخير في الرد لكثرة الرسائل ولضيق الوقت وظروف العمل. إن شاء الله سأجيب الجميع إن شاء الله على استفساركم وعلى استفساراتكم وعلى كل من يريد أن إنجاز سيرة ذاتية أو التعديل عليها. أعتذر بشدة إخوان على هذا التأخير، أعذروني صراحة لأن كثير كثير من الطلبات، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا على فعل الخير. إخواني تبارك الله عليكم، ونلتقي إن شاء الله في فيديو قادم. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.